السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون دايما بخير. هنشوف النهاردة العمارة في عصر النهضة، وهنشوف نماذج معمارية في روما في إيطاليا في الفاتيكان. وقبل ما نعرض النماذج المعمارية عايزين نرجع بالزمن ونشوف مع بعض الصورة ديت. دي صورة إيه؟ دي صورة كرتونية لصلاحف النينجا، حد يفتكرهم؟ طب حد فاكر أسمائهم إيه؟ أسمائهم كان ليوناردو، مش كده؟ رافائيل ودوناتيلو ومايكل أنجلو. طب احنا ليه جايبين كرتون وليه جايبين بنقول اسمائهم؟ لان الكرتون ده والمسميات ديت دي فعلا اسماء حقيقيه، ودول من رواد عصر النهضه. تخيل بقى، يعني الكرتون ده معمول اسماء حقيقيه، ناس حقيقيين. يعني نيجي مثلا نشوف ليوناردو، دوت رسام ونحات ومهندس ومخترع وكاتب وعالم تشريح وعالم نباتات وعالم خرائط وجيولوجي وموسيقي. ده مين بقى ده؟ ده ليوناردو دافنشي. بقى تخيل بقى ليوناردو شخصية كرتونية، ده في الأصل ليوناردو دافنشي، يعني هو متاخد من اسم ليوناردو دافنشي. هنشوف برضو مايكل أنجلو، ده في الأصل رسام من عصر النهضة، نحات ومهندس معماري وشاعر، اللي هو اسمه كده مايكل أنجلو. طبعا ليوناردو إيطالي ومايكل أنجلو برضو إيطالي. دوناتيلو شخصية برضو إيطالية، عبارة عن فنان ونحات وعصر النهضة، يمكن من أشهر الفنانين النحاتين الموجودين في العصر ده أهو. بعد كده هنشوف الأخير اللي هو رافائيل، ده برضو إيطالي، تمام، رسام إيطالي ومهندس من عصر النهضة. يعني الشخصيات الأربعة الكرتونية هم شخصيات حقيقية من عصر النهضة ومن إيطاليا. حتى دايما تلاقي موضوع البيتزا اللي هي كانت مشهورة موجودة في الكرتون، ده إن بيدل على المكان اللي هو إيطاليا. يعني يمكن دي حاجة حبينا نلفت نظر الناس ليها، إن قد إيه العالم الغربي حب إن هما يخلدوا أسماء أشهر الناس عندهم، الفنانين والنحاتين والمعماريين، تمام. يعني تخيل ليوناردو دافنشي ده لما يكون رسام ونحات ومهندس وكاتب وعالم تشريح وعالم نباتات وعالم خرائط وجيولوجيا وموسيقى، يعني موسوعة. هم حابين يخلدوا أسماء الناس اللي عندهم الرواد من خلال شخصيات كرتونية، بحيث يظل أسمائهم موجودة مع الأطفال، تمام. فتسأل أي حد هو مين سلاحف النينجا، فيقول لك الأسامي ده مايكل أنجلو وليوناردو ودوناتيلو ورافائيل، وحافظهم عن ظهر قلب. وهم في الأصل شخصيات حقيقية من رواد الفكر، من رواد الفكر المعماري والهندسي وكتير من المجالات في عصر النهضة، تمام. احنا بنتكلم عن عصر النهضة اللي ده موجود عندي في أوروبا، وبالأخص في الإمبراطورية الغربية اللي هي العاصمة بتاعتها روما في إيطاليا، تمام كده يا شباب. موضوع في غاية الأهمية، حابين نلفت نظركم ليها عشان احنا شغالين دلوقتي هنذكر الأسامي ديت، فمتستعجبش، لأن ديت الأسماء الموجودة عندنا في الكرتون الشهير بتاع سلاحف النينجا. نبدأ بقى بالكاتدرائية الأولانية اللي هنشرحها دلوقتي في الفيديو ده أهو، اللي هي إيه؟ على كده تخش على نت تكتب سان بيتر، تمام، هيطلع لك ده اللي هي ايه، اللي هي كاتدرائية القديس بطرس. طبعا دي كاتدرائية كاثوليكية والارثوذكس، لا دي كاثوليكية، يعني دي موجودة عندي في روما في الفاتيكان. دي تم بناءها فين بقى؟ في اواخر عصر النهضة، تمام كده، وهي داخل دولة الفاتيكان، والفاتيكان موجودة في روما وروما موجودة في ايطاليا. تعتبر من اكبر الكاتدرائيات، واحدة من اكثر المواقع قداسة، تمام، من أكثر المواقع قداسة نظرا إنها تحتوي على إيه؟ ضريح القديس بطرس، ده أسفل الكاتدرائية. وده القديس بطرس يعتبر من تلاميذ السيد المسيح زي ما بيشيروا، تمام؟ ليه؟ اللي هو سيدنا عيسى أو يسوع زي ما بيذكروه. هنلاقي لو دلوقتي الصور، يعني بص معايا بقى معماريا، يعني من أجمل التكوينات المعمارية اللي ممكن تشوفها في حياتك. لما تيجي تخش في الساحة ديت، وفي النص عندي المسلة القديمة الفرعونية أو المصرية القديمة كعلامة مصرية مميزة، الشكل بتاعها بيحتويه، تمام. يعني تيجي تخش، طبعا ديت عبارة عن مكان متعدد الوظائف. يعني هنا هلاقي في عندي الكاتدرائية اللي هي تعبدية، اللي أنا أقدر أخش فيها وأصلي، ولاقي إن في عندي متحف، ولاقي في عندي مكتبة وقاعة عرض وحاجات كتيرة قوي. شايف قد إيه الديزاين ده بيحتويك، تمام، ساحة كبيرة من أجمل الساحات ممكن تشوفها في حياتك. وفي عندي سيمترية يمين ده الشمال تماثل. بعد كده لما هعدي على الساحة اللي هي بتتوسط فيها حاجة بيرجع الزمن بتاعها للحضارة المصرية القديمة، هبدأ إن أنا أتنقل وأمشي
لحد ما اخش البوابه، تمام، والمدخل بتاع الايه، بتاع الكاتدرائيه القديس بطرس. تمام كده يا شباب، هنشوف برضو الموقع العام. عينيك تلمح معايا بقى، 3 دي والموقع العام واللقطه المنظوريه الموجوده عندي اهو من خلال الصوره دي، يعني فعلا من اجمل التكوينات المعماريه اللي ممكن تشوفها في حياتك. وطبعا على الخط السيمتري على الاكس ده اهو هلاقي القبه المركزيه الموجوده عندي، تمام، من اشهر القباب الموجوده عندي في عصر النهضه. انت ارجع كده وشوف، هتلاقي في قباب اتعملت، يعني اتعملت فين؟ في امريكا، البيت الابيض، هتلاقي في حاجه شبه كده. عندنا في جامعه القاهره هتلاقي حاجه برضو شبه كده، صح كده؟ انا اقصد اقول ان القبه ديت من اشهر القباب الموجوده في عصر النهضه، ودي ناتجه من الفكر القديم اللي هو الفكر البيزنطي، تمام كده، وناتجه برضو من تطور العصر اللي كان قبله اللي هو في الحضاره الاسلاميه. يعني القباب اللي عندنا القباب الساسانيه المشهوره، فاصبح القبه دي تطور الفكر البيزنطي، تطور برضو الحضاره الفارسيه، قباب في الحضاره الفارسيه وفي الحضاره كمان الايه الاسلاميه. فكان هو اشتغل على كل ده وبدا من حيث انتهى الاخرون. تمام كده، في النقطه دي نقطه في غايه الاهميه، ان انا ابدا من حيث انتهى الاخرين. تمام، المح كده بعينيك المنظر شكله عامل ازاي، وفي فيديو هنعرضه يعني من اجمل الساحات ومن اجمل الاماكن اللي ممكن تشوفها، هي الفاتيكان، كنيسة القديس بطرس او كاتدرائية القديس بطرس اللي هي في الاصل كانت سان بيتر. برضو ده 3D، تمام، من كتاب مشهور احنا اتكلمنا عنه اللي هو اسمه جرافيك هيستوري اوف اركتكتشر، من اجمل الكتب اللي فيها سكتشات يعني في غايه الروعه. ده بناخد منه سكتشات وبنعرضها عندنا من خلال الشغل بتاعنا، وده سكتش منه بيعرض الساحه بتاعتي، تمام، وازاي ان المسله موجوده في النص، وان الساحه دي بتحتويني، وان انا بمشي في اكس عشان اوصل للايه، للمدخل الخاص بالايه، الكاتدرائيه، من اجمل الكاتدرائيات اللي ممكن تشوفها في عصر النهضه. هنشوف مع بعض دلوقتي فيديو بيحكي عن الفاتيكان. خالص الشكر وتقدير لاصحاب الفيديو اللي منزلهم على اليوتيوب واستعملته، وبشكر الناس اللي اجتهدت وعملت الفيديو ده اهو عشان تشرح لنا ان الفاتيكان يعتبر دوله مستقله موجوده في روما، تعتبر اصغر دوله اظن على مستوى العالم، موجوده جوه روما، وروما اساسا هي عاصمه ايطاليا. تخيل بقى، يعني هي تعتبر دوله حبيسه، تعتبر مساحتها صغيره جدا جدا جدا. لما نيجي نبص اهو هلاقي الكاتدرائيه القديمه اللي احنا قبل كده اشتغلنا عليها ورسمناها وشرحناها، اللي كانت تنتمي لعصر فجر المسيحية، المبنية بفكر البازيليكا. فكر البازيليكا اللي هو الفكر القديم، تمام، اللي كان أساسا في العصر الروماني واتاخد واتعمل بيه كنائس كتير في فجر المسيحية. فضل أفكار مستمرة معانا إن في عندي ممر أوسط عريض وفي ممرات جانبية أقل في العرض، وإن في عندي تغطية جملون، تمام، نظرا إن العوامل الموجودة هناك البيئية ساعدت ان يبقى في عندي غابات اعرف ان انا اخد منها اخشاب وان انا اغطي بيها الايه، اسقف المباني، تمام كده، زي ما شرحنا قبل كده اهوت. الفكر دوت نبع من فكر البازيليكا، ان انا اخش ولا ارتفاعات عندي زي تقول دبل هايت، وان عندي ارتفاعات يمين وشمال اصغر. فده الكاتدرائيه القديمه، تمام، حاليا مبقاش ليها وجود. المسله كانت موجوده فيها، والجزء اللي هو اللي فيه الضريح اللي هو الاصل في الموضوع برده كان موجود اسفل الايه، المسبح. هلاقي ان حصل تجديد ليها وبقت كده، تمام.
فملامح بصرية بتاعت السان بيتر اختفت وحل محلها تمام الشكل الديزاين الجديد ده اهو. هنشوف دلوقتي افكار مختلفة ازاي ان كان في عندي فكرة معمارية بقى تتطور عشان في الاخر اشوف المشهد ده اهو. فده المشهد القديم وده المشهد الحديث والصورة البصرية الموجودة معايا لحد دلوقتي. طبعا ده البلان القديم، وهنشوف مع بعض البلان الحديث ازاي ان هو اتطور لحد ما وصلوا للبلان الفعلي اللي اتبنت بيه الايه الكاتدرائية اللي هي حاليا اسمها قديس بطرس في الفاتيكان. دي مجموعة سكتشات بتوضح قد ايه اهتم المعماري بالقبة المركزية تمام، من حيث الارتفاع علامة بصرية مميزة وفوقها الشكل الصليب، وان انا بعمل تمهيد ليها عشان اوصل لايه للكنيسة والكاتدرائية والقبة والمسبح بتاعي من البداية خالص، بداية من الساحة وبعد كده بخش في ارتفاعات عشان المكان بيحتويني، وافضل امشي تمام لحد ما اوصل للبوابة، وبعد كده هفضل امشي برضو اخش بقى على ايه على الممر الاوسط اللي هو الواسع، وبعد كده افضل امشي لحد ما اوصل للقبة المركزية ووراها الايه المسبح اللي هو هتلاقيه تحتيه في الضريح الخاص بالقديس بطرس. يعني تطور للقبب وتطور للفكر المعماري اللي ظهر معايا. فعصر النهضة بيتميز ان هو كان عصر الابتكارات والاختراعات عند الغرب في الامبراطورية الغربية بالذات، اللي هي مرت بالعصور الوسطى اللي هي العصور المظلمة ما بين ايطاليا والمانيا وفرنسا وانجلترا وهولندا والنمسا، ودخل معاهم ايه اسبانيا تمام، مع انها اسبانيا جت في فترة وكانت الاندلس طبعا البرتغال وغيره من البلاد اللي تنتمي للامبراطورية الغربية. دي مجموعة صور وسكتشات تمام بتوضح قد ايه أهمية القبة المركزية كعلامة بصرية مميزة، إن أنا على المشهد وعلى مسار الحركة شايفها ولامحها. وده فكر نابع من الفكر البيزنطي، احنا عندنا كنيسة آيا صوفيا من أوائل الفكر اللي طبقت ده، وألاقي برضو قبلها الفكر اللي هو نابع من ايه من فكر الحضارة الفارسية اللي برضه هنلاقيها اتطورت من خلال الفكر الإسلامي في بلاد العرب. قد إيه إن أنا أطلع القبة بتاعتي وأنا أعمل إضاءة على محيط القبة بتاعتي تمام، إني كمان أعمل إضاءة في السنتر لاين، يعني هنا بقى التطور بتاعي. يعني شوف بقى كام نوع من أنواع الإضاءات، إضاءة موجودة عندي على رقبة مش كده، نظرا إن القبة في مسافة بينها وبين الإيه وبين المكان اللي هو شايلها، فعمل فتحات كبيرة بدخلات الإضاءة والتهوية. وفي إضاءة تانية جاية في السنتر لاين فوق، وده الفكرة بتاعت السنتر لاين دي جاية منين؟ تفتكر كده معايا لما عرضنا في الأول خالص قبة البانسيون تمام من الفكر والعصر الروماني، كانت مرتبطة إن يعني في عندي في السنتر لاين دايرة بتدخل الإضاءة. هنا عمل نفس الفكر بس كمان عمل معالجة ليها وعمل استراكشر أو مجموعة أعمدة وعمل فيها نهاية بتاعت القبة. فالحل المعماري العبقري ده على أساس إن هو دخل إضاءة برضه في السنتر لاين، فكده عمل دمج ما بين القبة الموجودة عندي بتاعت البانسيون في الحضارة الرومانية ونفس الكلام بتاعت القبة بتاعت آيا صوفيا في الفكر البيزنطي، وكمان الفكر الايه الحضارة الإسلامية ان ازاي ان في عبقرية ان ازاي طالعة استراكشر من تحت لفوق شايل القبة بالشكل الجمالي اللطيف. لو انا عملت فيه سيكشن هلاقي القطاع بتاعه عقد مدبب تمام. ده الأفكار النابعة من الإمبراطورية الفارسية اللي اتطورت من خلال الفكر الإسلامي. طبعا السيمترية موجودة عندي تمام يمين وشمال، وهلاقي ان المدخل عندي مدخل مميز، ودي كلها سواء ديزاين بتاع القبة او الكاتدرائية بشكل عام من اهم ملامح عصر النهضة. هلاقي ان في عندي اربع دعامات شايلة القبة المركزية شاهقة الارتفاع بالشكل ده اهو. ده 3D منظوري، وقطاع منظور يا شباب في غاية الأهمية. يعني أنت ممكن في مشروعك تجيب تقدير من خلال قطاع منظور زي ده. هنا هلاقي إن عندي المدخل مميز ارتفاعه عالي جدا، تماثيل محطوطة بارتفاع دور، وأنت هتلاقي الشخص جوه بالنسبة للارتفاع الشاهق يعني إيه لا يذكر قد إيه هو حاول يعمل ضآلة للشخص من خلال الارتفاعات الشاهقة، على أساس الإنسان يعني إيه مهما كان طويل وضخم هيحس بالضآلة الشديدة جوه الايه الارتفاع الشاهق الموجود عند ده. طبعا الفكر البيزنطي كان دايما بيعمل القبة ديت على اساس ان هي كانها سما اخرى مختلفة عن السما الاساسية تمام، فكأنه كون منفصل. دايما كان بيشير للكنيسة او الكاتدرائية اللي هي تكون منفصل منعزل عن العالم، وكان بيشير ليها برضو للايه للنجاة، كان بيشير ليها كمان من خلال
السفينة اللي هي بتعبر بالمؤمنين وبتنجو بيهم، زي بالظبط سفينة سيدنا نوح. دي الأفكار المختلفة للمساقط الأفقية اللي كانت مقترحة. يعني هتلاقي إن أول حاجة ده الفكر المقترح الأولاني اللي هو صليب إغريقي ضخم متساوي الأزرق. ده من خلال المهندس برناردرو، هو اللي اقترح الفكرة دهيت. يبقى عندي صليب إغريقي والمسافات فيه متساوية والأزرع فيه متساوية. بعد كده حصل تطور للفكر والمخطط ده اهو. هنلاقي إن ده مخطط تاني هندسي من خلال رافائيل. هتلاقي صليب لاتيني بقى، بدل ما كان إغريقي بقى لاتيني. شايفين نسبة الصليب اللاتيني عامل إزاي؟ تمام؟ الأزرع مش متساوية. وهتلاقي القبة المركزية موجودة عندي هنا اهو في تقاطع الأزرع. برضه هتلاقي مايكل أنجلو بدأ إن هو يعمل تطوير للأفكار دهيت. وبدأ عندي البلان يظهر بشكل زي ده، فكأنه هو عمل حط شفاف فوق شفافة رافائيل، وبدأ إن هو إيه يخلد اسمه من خلال الديزاين دهوت. هو أساسا كان تعاقده معاه على أساس إن هو يعمل التماثيل الموجودة عنده الموجودة عندي في الكاتدرائية. فالراجل عمل التماثيل، وكمان يعني إيه قبل ما تتنفذ بدأ كمان يحط مخطط معماري معدل على اللي كان موجود عنده، بحيث إن دوت يبقى ألطف وإيه وأحسن. ده فعلا يتنفذ بيه وظهرت بيه المنتج النهائي. المدخل بتاعي من تحت اهوت، في عندي اهوت في الاول رواق، وبعد كده هكمل الاقي ان في عندي في النص الصحن او الممر الاوسط الكبير، وهنا في عندي ممرات جانبيه. وبعد كده هبدا اكمل الاقي ان عندي القبه المركزيه، وفي عندي اربع قباب تانية ركنيه. طبعا القبه الشاهقه الارتفاع هي موجوده عندي في السنتر لاين، هي موجوده عندي في النص ده. بعد كده هكمل اوصل بقى في الاخر للهيكل والايه والمسبح بتاعي. طبعا اليمين والشمال ديت اللي هي معتبر المكان اللي هو خاص بالمرتلين، تمام كده. وتحت القبة المركزية وتحت الجزء دوت اللي هو ايه ضريح القديس بطرس، اللي هو مصنف من ضمن التلاميذ ال 12 اللي كانوا في وقت سيدنا ايه العصر سيدنا عيسى او المسيح او يسوع. طبعا ده 3D للبلان، تمام، يوضح الشرح اللي احنا شرحناه دلوقتي اللي احنا قلناه دلوقتي، تمام، من خلال الممر الافقي. طبعا المفروض في عندي في البدايه منطقه حمايه. تخيل مفيش عندي منطقه حمايه. طب ليه مفيش عندي منطقه حمايه؟ بقى اصبح المسافه المساحه الكبيره دي وكان هي منطقه الحمايه. شوف بقى قد ايه ان الفكر اختلف. كانت منطقه الحمايه دي كانت موجوده في البدايه خالص في فجر المسيحيه، على اساس ان دين المسيحي كان لسه في البدايه. فدايما كان في عندي منطقه الناس تخش فيها بالراحه على اساس تاكدوا من شخصيات الناس اللي داخله، فسموه برواق الحمايه. معايا يا شباب؟ هنا طبعا كان في عصر خلاص، عصر كان هنا مستقر والدين المسيحي كان انتشر، فالموضوع بالنسبه لنا ما بقاش منطقه حمايه اكتر منه مساحه كبيره تستوعب اكبر عدد من الناس، وكانه فناء مكشوف. يعني ايه فراغ تمهيدي بيأهلك لدخول الكاتدرائيه. الموضوع بقى كده، ما بقاش مساحه كبيره للحمايه، بقت مساحه تمهيديه عشان تدخلني للايه للكاتدرائيه، وفي نفس الوقت تستوعب اكبر قدر ممكن من الناس البشر على اساس في وقت الاعياد وصلوات يقدر ايه. حتى لو مساحه داخليه ما استوعبتش العدد، لا ده ممكن كمان المساحه الخارجيه، الساحه الخارجيه دي كلها تستوعب العدد الكبير، تمام. طبعا هي موجوده كلام بصريه مميزه، وموجوده عشان تستوعب من الناحيه الوظيفيه، وموجوده كمان على اساس ان هي تبقى ايه تبقى حاجه احتواء للناس اللي داخله، وعلامه ارشاديه توصلني للايه للكاتدرائيه. طبعا الكاتدرائيه مبنيه بالحجر، الواجهة باينة معايا حجر الجير الأبيض. وهلاقي في عندي تماثيل موجودة عندي في آخر دروة في آخر دور، وهتلاقي يكاد يكون ارتفاعها كأنها ارتفاع دور. طبعا الموضوع نسبة للتناسب، تمام كده. هلاقي لحد ما برضو الواجهة بتاعتي في دبل هايت ارتفاع، وفي عندي كمان فرونتون، وفي عندي أعمدة. كل دوت ناتج من إيه؟ فكر متوارث من الحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية الكدرسة النسب ديت، نسبة الأعمدة والقعدة والبدن والتاج والفرونتون الموجود فوق، دي كلها ناتج من الفكر والثقافة اللي كانت موجودة في الإيه؟ في كلاسيكي، في الكلاسيكية. طبعا هنعمل زوم إن شوية على الحتة ديت، هتلاقي في عندي برج ساعة يمين وشمال برضو ميرور، وقد إيه التماثيل موجودة حواليها بطريقة فنية. طبعا المبنى مصروف عليه كتير جدا، زخم من الزخارف ومن التماثيل والنحت، سواء على القبة أو فوق القباب أو في الواجهات أو حتى من الداخل. هي تعتبر الكاتدرائية علامة بصرية مميزة من أوسع الكاتدرائيات اللي ممكن تشوفها
تنتمي للكاثوليكية، تنتمي للفكر الكاثوليكي، تمام، في الإمبراطورية الغربية. السكشن بتاعي اهوت اللي هو بداية من الساحة والمتحف والعرض المتحفي الموجود عندي والمكتبة لحد ما أوصل في الآخر للإيه، للمكان اللي فيه القبة المركزية، وبعد كده أوصل للإيه، للمسبح. طبعا كل ما هو تحت الأرض مش مرسوم، لكن تحت الأرض في عندي مريح وفي عندي كمان مسارات حركة وحاجات تانية كتير مش موجودة عندي في السكشن ده اهو. طبعا القبة المركزية والقباب اللي حواليها كلها باينة معايا في المشهد بتاعي، تمام. قد ايه ان في فتحات موجوده معايا على محيط القبه، وفي فتحات مركزيه موجوده عندي في السنتر لاين، تمام، وده كلها فكر متوازي زي ما احنا قلنا. طبعا المسله موجوده عندها بصريه مميزه في النص، ويمكن يعني من اقوى الحاجات الموجوده عندي في الفاتيكان. عندي يعني ديت مسله من الحضاره المصريه القديمه، وفي كتير من الميادين الموجودين عندي في الدول الغربيه فيها مسلات. طبعا الايه السكشن الثاني اللي هو يعتبر العرضي والفك السكشن الطولي، فكرة برضو المسلات ديت يعني هتلاقي دايما في كل مكان في ساحات دول، سواء في باريس او في ايطاليا او في غيره، في روما او غيره، لازم هتلاقي في فكر سائد يكون لازم يكون في مسلة عشان يقوي الساحة ديت، لازم يحط فيه مسلة. ففكرة ان هو دلوقتي يرجع ويحط في ميدان التحرير مسلة، فاعتقد ان ديت حاجة يعني ايه مهمة، وحاجة ليها علاقة بتقوي الميادين، ان ده فكر من الحضارة المصرية القديمة. دي برضو حبينا حاجة ننوه بيها، ننوه ليها ان قد ايه الحضارة الغربية خدوا حاجات كتير من الحضارة المصرية القديمة وحطوها عندهم كعلامات بصرية مميزة، لاند مارك، على اساس ان هم بيتباهوا بيها. فيعني احنا اولى بالموضوع ده ان احنا يتحط عندنا حاجة زي ميدان التحرير. ده الصور الداخلية للقبة، وفي عندي ان هو انتيريور ديزاين بتعوضني على الزيارة اللي انا المفروض اروح اشوف. وفي فيديو دلوقتي هيظهر معايا بيشرح بالتفصيل من خلال الزيارة الميدانية مسار الحركة، سواء من وأنا داخل خالص من البداية من الساحة، بعد كده أخش على عرض متحفي، بعد كده أخش على المسلة، تمام، الرأسية اللي بتنتمي للحضارة المصرية القديمة، وبعد كده مكمل لحد ما أوصل لكاتدرائية القديس بطرس، وبعد كده أكمل وأشوف الإيه القبة وأقدر أطلع وأشوف. عايز تبص معايا على المشهد دهوت، الفيديو اللي جاي اللي هو فيديو في منتهى الأهمية نزلته على اليوتيوب واختصرته على اساس ان انت تقدر تشوفه بطريقه مبسطه في حدود 3 دقايق، وتشوف قد ايه الناس بتهتم بالايه، بالاثار ديت، بتهتم بالمباني دي، ومفيش حد بيقدر يكتب عليها او حد يتخيل يعمل كده، تمام، عكس كتير من الاثار الموجوده عندنا من الفكر والحضارات المتوارثه ان احنا بنكتب عليها بمنتهى السهوله. يعني دي برضو يعني ايه، دي راجعه لثقافه البشر قد ايه بيحترم الاثر والمبنى، اللي هو دايما ان احنا بنتكلم ان دايما العماره هي مراه الشعوب، تمام، ودايما لما يكون الفكر الناس متحضر قد ايه بيهتم بالمباني بتاعته على اساس ان هو بيحافظ عليها وبيخلدها وبيورثها كمان للاجيال اللي جايه من بعده. هنشوف الفيديو دلوقتي وعاوزك بقى تستمتع بيه. خاص شكر وتقدير للناس اللي بذلت مجهود وعملت الفيديو دهوت، انا منزله على اليوتيوب واستعملته في الشرح على اساس توصلك المعلومه وكاننا زرنا المكان. طبعا مفيش حاجه بتعوض زياره المكان، لكن قد ما نقدر من خلال الصور والسكتشات ومن خلال الفيديو نحاول نقرب المشهد والصورة على أساس نفهم أكبر قدر ممكن ونستفاد أكبر استفادة ممكنة. المطلوب مننا دلوقتي إن أنا هبدأ أجيب ورقة بيضة وهبدأ أرسم عليها مجموعة سكتشات، ممكن يكون مسافة أفقية، ممكن سيكشن، ممكن إليفيجن، بحيث إن أنا هبدأ أعمل تطبيق للفكر النظري. فهبدأ أرسم وأطلع أسهم وأشرح من خلال الأسهم على الإيه، على الرسومات. عاوز تشرح فكرة القبة، تشرح التكوين والتتابع الفراغي، عاوز تشرح الديزاين بتاع الواجهة، يعني زي ما انت عاوز. اي استفادة ممكنة انت استفدتها من خلال الفيديو ابدأ بقى طبق وايه، وارسم وطلع اسهم واشرح. احنا كده عشان ما ننساش بنعمل تطبيق على الفكر النظري على اساس يبقى انت كده عرفت ملامح الفكر اللي ظهر في عصر النهضة كان شكله عامل ازاي، من حيث المسقط الافقي ومن حيث الواجهات ومن حيث السكشن ومن حيث التفاصيل اللي تقدر ايه تعملها لو طلبت منك بعد كده اهوت، تبقى انت ايه جدير ان انت تقدر تعملها بسهوله. يلا شباب هبدا نشتغل دلوقتي، وشكرا ليكم، واي استفسار طبعا تبعت لي على الاكونت بتاعي. يلا اتفضلوا.